مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. وبداية من اليوم نهنئ جميع إخواتنا المسلمين بعيد الأضحى المبارك. عاجل المحكمة تصدر حكم تاريخي عقب مقتل قبطي وحرق كنيسة. عاجل المحكمة تصدر حكما تاريخي عقب المقتل القبطي وحرق كنيسة. إحالة أوراق، 6 قتلوا مواطنا وحركوا كنيسة في المنيا إلى المفتي. أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء حكمها بإحالة 6 متهمين، منهم 3 متهمين حضوريا و3 آخرين غيابي إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وتحديد جلسة اليوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. صدر الحكم بالرئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوي المستشاري أحمد الفقي ومحمد صلاح. المتهمون ارتكبوا جريمتهم أثر فض اعتصام ربعة والنهضة. وعاقبت المحكمة 5 متهمين، بينهم 2 حضوريا والباقي غيابيا، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم. فيما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا وحضوريا في أحداث شغب وعنف بقرية دلجة ومقتل مواطن يدعى إسكندر كوس صقر يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013، وحرق كنيسة دلجة والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب أحداث ضد اعتصامي ربعة والنهضة. كانت المحكمة في الجلسة الماضية استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، البالغ عددهم 48 متهما، بينهم 20 محبوسين على ذمة القضية، متورطين في قتل إسكندر قوس صقر أمام كنيسة دلجة والتجمهر ومحاولة إحراق الكنيسة يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013. إبان أحداث بطل اعتصامي ربع والنهضة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات أواخر 2015، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت كنسية وقتل مواطنا دون وضع حق عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية. وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام. ونصت المادة على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أقره شخصا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير مع قناة الملكة والأمير وقناة المسيح هنا. نطلب من الله أن يبارك حياتكم ويبارك كل جميع الشعب المصري، مسيحي أو مسلم أو مسلم أو مسيحي، كليهما ونسيج واحد. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأرجو الاشتراك في القناة مع تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة، ولكم كل الحب والتقدير والسلام. الرب يكون معكم. آمين.